يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يذهب لزيارة المسجد النبوي وقد أدرج في نيته السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ينوي ذلك ابتداء، إنما إذا وصل هناك، إذا وصل الآن يخلص النية للصلاة، فإذا وصل هناك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لا قصدا، ما يخلط بينهما. نعم.